السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم. بغيت نقول لكم مرحبا والف مرحبا اللي انضموا للقناة جداد، ومرحبا بالناس اللي يعني متواصلين معايا دائما كيشجعوني. كنقول لكم شكرا والف شكر، واخا ان كلمة الشكر قليلة في حقكم. اليوم غنقترح عليكم وكيف ديما اخر ما كاين في الجلابة المغربية. بالنسبة اللي بغات تخيط شي جلابة للعيد ان شاء الله او للصيف، فغتاخد فكرة لا بالنسبة للألوان اللي كاينين متواجدين في السوق، ولا بالنسبة للخياطة آخر ما كاين في الخياطة وبمختلف الأنواع ديالها. كيف ما كنقولكم، أنا دائما كنجيب لكم فيديو فيه مختلف الأنواع ديال الخياطة. كما كتشوفوا هنايا هاد المربمة ديال العقيق مهرس، وكاين هاد الجلابة القميص ديالها كيف ما كتشوفوا الطرز رباطي، وكاين حتى هذه الطرز رباطي كيف ما كتشوفوا اللوينات رائعين الدارجين على الموضه وصيفيين. كما قلت لكم يعني افكار متنوعه باش تاخذوا فكره اللي بغات تخيط شي جلابه للعيد ان شاء الله. وكاين هذا الاصفر بالموف كيف ما كتشوفوا، فيه ديك الوريدات جات خفيفه ومزيونه كيف ما كتشوفوا. وكاين هذه حتى هو لون صيفي كيف ما كتشوفوا، لون رائع. بالنسبة لهذه مخدومة بالعقيق، منبتة بالعقيق، وكاين هذه حتى هي بالطرز كيف ما كتشوفون سطوق على الكمام. كيف ما كتعرفوا بأن الأغلبية ديال هاد الجليلبات يعني مخدومين بالكريب، والكريب فيه أنواع، كاين كريب مات، كاين كريب كوريا، كاين كريب ساتان، فيه بزاف ديال أنواع البنات، وماشي بحال بحال. كيف ما كتشوفوا كيف ما كتشوفوا عفوا فيه يعني الانواع كثيره. وكاين هذه كيف ما كتشوفوا جات عامره بالعقيق، هذه الرمضه البنات ديال الحصيره. وبالنسبه للزواق كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، كاينين اللي كيعمروه بالعقيق كيف ما كتشوفوا، كاينين اللي كيعملوه بالطرز رباطي، كل واحده على حسب الذوق ديالها. وكاين هذه حتى هي مخدومه كامله بالعقيق، وكاين هذا الموديل البنات كيف ما كتشوفوا جا رائع، منبت بالعقيق. وكاين هذه ايضا بلوسيال اللون ديال الصيف. وكاين هاد الجلابه والقميص كيف ما كتشوفوا، هذه جات سامبل مخدومه بالرنده. وكاين هاد اللون هذا كيف ما كتشوفوا بالعقيق، والخدمه من السطوق. الاغلبيه البنات الخدمه ديال الجلابه كتكون من السطوق او القطيب ديال المعلم، يعني هي اللي درجة على الموضه كثير هذا الصيف. وكاين هذا الازرق ملكي حتى هو بالعقيق كيف ما كتشوفوا، وكاين هذه بالرنده حتى هي خرجت فيها موضه كثيره بالالوان، يعني خرجت باللوينات كيخدمون باللوينات. وكاين هذه كيف ما كتشوفوا جات كامله منبته بالعقيق، مخدومه اصلا بالعقيق. وكاين هذا الموف كيف ما كتشوفوا بالطرز، خدمه من السطوق. وكاين هذا الاخضر البنات كيف ما كتشوفوا مخدوم بالاحمر، جات رائعه ومن السطوق فيها الطرز. وكاين هذه حتى هي الاخضر مخدومه بنفس اللون. وكاين هاد الزيتي كيف ما كتشوفوا مطروزه على الكمام وعلى الكتاف، جات هوادا كيف ما كتشوفوا ديك الزواقه. وكاين هاد الابيض مخدوم كيف ما كتشوفوا بالطرز، والخدمه من السطوق كتجي خفيفه وفصاله مخزنيه كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للفصاله البنات عاوتاني يعني كتبقى على حسب الاختيار ديالكم، الا ما كيعجبوكمش يعني جليلبات مخزنيين فكتكونوا كتعملوا نفس الموديل، انما كيكون كتكون الفصاله ديالها واقفه، الكتف ديالو كيكونوا واقفين. بالنسبه لهذه كيف ما كتشوفوا حتى هي كامله جات بالعقيق، وهذه كيف ما كتشوفوا جات عامره ديك الزواقه بالعقيق، واحد جهه جات في الستر واحد جهه جات في التحت كيف ما كتشوفوا جهه اخرى. والخدمه من السطوق خفيفه حضاريه، هاد
هاد الجلابة اللي كيكونوا هيدا مخدومين بالعقيق، فكيكونوا ديال الحضور. وكاين هذه المرمى حتى هي كيما قلت لكم في فيديو سابق، لان حتى هي المرمى يعني ترجع الموضه هاد الصيف بالمختلف الاشكال ديالها والالوان. كاين هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، هذه مخدومه بالرنده. بالنسبه للمرمى فكيكونوا يعني مخدومين يا اما بالخدمه ديال المعلم يا اما بالرنده، فكتبقى يعني مساله اذواق كل وحده وشني كيعجبك. كاين هاد الموديل كيف ما كتشوفوا خفيف، وكاين هاد الموديل مطروز على الجناب كيف ما كتشوفوا. اللوينات تناسق الالوان جرائع البنات الاصفر مع الموف مفتوح، كل واحد وشني كيقولو، كاين اللي كيقولو كاشيري، كاين اللي كيقولو موف. وكاين هادي كيف ما كتشوفوا الرنده، جات مزوقه بالعقيق كيف ما كتشوفوا بديك الوريدات ديال مزونه. وكاين هذا الاسود مطروز على الكمام، كاين هاد الاصفر البنات مايل الخضيدر مطروزه كيف ما كتشوفوا ومخدومه بالاحمر. هاد الموديلات كاملين كيف ما قلت لكم البنات، قدمت لكم هنايا يعني الافكار اللي بغات تخيط شي جلابه ولا عندها الثوب في لون معين ومحتاره اين اللون اللي غتدخل معاه. فهاد الفيديو فيه يعني لوينات كتار اللي بغات تناسق اللوينات ديال الجلابه ديالها مع الخياطه. كاين هاد الابيض جراقي بزاف البنات كيف ما كتشوفوا، شت رائعه. وكاين هادي بالرنده، عفوا بالكروتشي، هادي الكروتشي حتى هو كيبان بحال الرنده، انما كيكونوا شويه ديال الاختلاف في الخدمه كما كتشوفوا على الكمام. هادوك الطرز ديال، عفوا هذاك الطرز ديال الكروشي، ومخدومه بالعقيق كما كتشوفوا. وكاين هاد الرمادي جاب على الجناب هذيك منبته بالعقيق ماشي الطرز. كاين هاد الجلابه والقميص كما كتشوفوا بالرنده، هانتوما كما كتشوفوا البنات هذا كروشي كما قلت لكم، وجات مزوقه بالعقيق. هادو العريسات يعني جلابه واعره للعريسات، او الا بغات تزيد عليها الدونتيل من التحت غتجي رائعه البنات. حتى هادي ديال الرنده، فهاد الصيف خرجوا يعني الرنده باللوينات كما قلت لكم، اولا الرنده ديال الحصيره وكتزوقها على حسب الاختيار ديالك. فإلا بغيتوهم يعني خفاف فكتعملوا له شي طرزه هيدا ديال الرباطي خفيفه، الا بغيتو شي موديل يعني يكون عامر فكتعمروها بالعقيق، يعني بجوج كتجيو كيجيو مزيونين. وكاين هذه كيما كتشوفوا جلابه فراشه، كاين هذه مخدومه بالطرز ديال اليد هذا، وكاين هذا قفطان كيف ما يمكن لكم انكم تعدلوه يعني جلابه مطروزه كيف ما كتشوفوا. وكاين هذا الموديل حتى هو رائع البنات، مخدوم بالاسود. وكاين هذا جا كامل منبت بالعقيق، مخدمه ديال نصدوق يعني خفيفه بالقطيب ديال المعلم كيف ما كتشوفوا. وكاين هذا الاورنج حتى هي بالرنده، الرنده مزوقه بطرز الرباطي. وكاين هذا الموديل هذا كيف ما كتشوفوا جا كلاس. وكاين هذا الموف، جا مطروز نصطوق. وكاين هاد الفوشيه هادي اولا الغوز غوزانديان، مخدومه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا نصطوق وعلى الكمام. صافي البنات وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى انكم تشجعونا باللايكات ديالكم باش تحفزونا انا نقدم لكم المزيد والمزيد ان شاء الله ديما الجديد على القناه ام اسراء شانيل. كنتمنى انكم تاخذوا فكره في هذا الفيديو هذا باش تخيطوا الجلابه ديالكم،
مع السلامة حبيبتي، نتلقاو في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.